كيف كان اليوم؟ رجعت لكم فيديو جديد من قناة اسراء جيمر. طبعا زي ما تتذكرون انا كنت سويت سلسلة عن تحول لعائلة انا سالة، فكنت تحولت لأصالة وكمان لأنا بس ضلت ميلا. ف وانا طبعا كنت عم بوعدكم اني رح اتحول لميلا، بس طبعا اليوم رح اتحول لإلا. بس بتمنى انكم تتفاعلون على هذا الفيديو يلي انتو جدادين وقاعدين عم تشوفوا هذا الفيديو، وعندكم الزر اللي تحت لونه احمر اضغطوا عليه عشان يتلون يصير لونه رمادي. فانتوا اشتركوا اضغطوا على هذاك الزر عشان تنضموا لعائلة اسراء جيمر. يلا حبايبي اشتركوا، شكرا كتير كتير على اشتراككم، وبس بحبكم كلكم وان شاء الله نسوي كمان فيديوهات احلى. وطبعا هلا سوينا هذا الفيديو بعد ما ولدت بعد ما انجبت اصالة، ف بقول مبروك لإلها. والبيبي كتير كيوت، ما بعرف إذا بنقدر نتحول له أو لا، بس هو مو طويل لهي الدرجة. بس ميلا يعني مو كتير قصيرة ومو كتير طويلة، يعني هي كبيرة. وهلأ صارت عم تغير من البيبي الجديد، فأنا عادي لا علينا. كتير كيوت، رح نتحول لميلا، بعدها تحولنا لأمه كمان أناس. طيب احنا هلأ رح نتحول لميلا، كتير كيوت وصغيوري، فاحنا رح نسويها زي هيك. طيب طبعا هي عينيها لون كتير كتير شلال ودمار وروعة وكتير كيوت ما شاء الله، بس ما بنقدر يا جماعة، ما عندنا هداك اللون تبع عينيها هون باللعبة، يعني لهيك رح اسوي هذا زي البيبيز الصغارين، بيكون هيك يعني وش كيوت هيك زي القطط يا جماعة. او رح اسوي هذا كتير كيوت. طيب والشعر يا جماعة ربما زي هيك، بس هذا تبع البيبي الصغير، بس هي عنده شعرات مرتبين شوي. هذا الشعر معقول؟ هذا خلص هذا. واللبس يا جماعة رح اسوي له لبس تبع يعني زي كأنه هي قاعدة هيك بالبيت عم تلعب، فرح نسوي له هذا، ورح اسوي له معها شي شغلة. طيب هذا او ماي جاد كتير كيوت، او هذا خلص هذا. وطيب طبعا يا جماعة حدا يعني قاعدة بالبيت وكان في بلي بعرف حرارة، المهم هيك او ماي جاد كيوت، بس ما بحس فيه يعني بحس شي شغلة ناقصة، ما بعرف اي وست يا جماعة اسوي هذا. ورح اسوي هذا كتير كيوت، عنده ضحكة اسنانه كتير كتير حلوين. احنا يا جماعة ما عندنا اسنان، ورح اسوي له هذا عشان كيوت. والشعر يا جماعة ما بعرف شو اسوي له، بس شكله هذا يا جماعة هذا. واو صرت زيها كتير، بس هي شعري مو كتير كتير هيك اسود، فشو هيك مغموق هيك. يما صرت كتير عم بشبه، عندها يا جماعة شي اسنان يعني حلوين كتير كتير كيوت ما شاء الله. وليكو هيك صرت، واو لازم بس اني اصير قصيرة بالقامة ان شاء الله. احكي على بيكا اكس تي للشركة تبع اللعبة عشان يسوونه. لما اخلص هذا الفيديو رح ارسل لهم ايميل، ورح ارسل لهم كمان مسج في البريفايت العادي، ورح نشوف عشان نقدر بعدين رح نتحول البيبي الصغير، رح يكون هيك صغير كتير ما رح يقدر يتمشي، رح يضل بس نايم. يا هلا طبعا خلوني ادخل على البيت عشان في برد، فرح اسوي البيت الثاني، هذا اسمه بيت روتينات، ما بعرف ليش سميته هيك، بس هذا البيت لانه فيه غرفة نوم، فيه حمام، فيه مطبخ، فيه يعني كل شيء زي البيت العادي، فليك سميته بيت روتينات، يعني بقدر اني اسوي فيه روتين. احكوا لي يا جماعة اذا طلعت بشبه لميلو بالهيكا او لا. فا اوكي I lost my connection so I will answer the another time. So okay. احكوا لي يا جماعة انتو مين شاف ميلا هون بتشبهها؟ والله يعني انا كنت عم بحكي يعني بتزبط، زبطت ما في اشي اكتر من هيك ما بعرف، بس واو او ماي جاد سويتها بتشبهها. يس
Nice Bean. Bull. Yeah, I know. ما بعرف أنا بس صرت اليوم crazy. Crazy, crazy, crazy. Yeah, I've been a super party. Yeah, رح نسوي بارتي عشان تحولت له. يا ليكو هيك كيف عم بصير؟ ليكو مخبية بالشجرة ولا حدا بيشوفني؟ ياي شوفوا يا جماعة أنا داخل الشجرة. مرحبا أنا داخل الشجرة مخبية من هون. ياي كتير نار، رح آخذ هون سيلفي. يا كتير كيوت. يما بموت من الكياتة. يما كتير كتير نار. واو كيوت. أكيد صورة ممكن تكون عندي، رح أحملها. يا جماعة ادخلوا للصورة وصبوا لها هون شير مع أصحابكن. ادخلوا. يما كيوت كتير 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 كيوت. يما ما في شيء اكثر اكيت من هيك، يعني نار شلال دمار روعه. اوكي خلونا يا جماعه نشوف كمان هيك. والله كثير كيوت، يعني هيك ميلا عم تلعب وهيك، يعني عم بلعب عم بتخبى ورا الشجره هيك. اخذت صور عم نزلها بدون ما تعرف ماما. انا يعني هيك زي ميلا رح تحكي، رح تحمل موبايل امها، رح تدخل على الانستغرام اذا كانت بتعرف مثلا، ورح تاخذ سيلفي ورح تنزلها. اوه ماي جاد تخيلوا يا جماعه. اوه ماي جاد. طيب طبعا هلا هيني دخلت على البيت، راح اروح على الغرفه تبعي يلي زينتها فيها هون البامكن. بتتذكرون يا جماعة البيت يلي سوون أصالة أنس وأصالة، سووا هيك كتير بامكنز أشياء تبع الهالوين كتير نار. ياي وهون سويت هدول تبع الكريسماس. طيب يا جماعة وهلأ ميلا قاعدة بغرفتها قاعدة عم تلعب. ياي وإما وأبوها وأخوها الصغيور نايمين وهي قاعدة عم تلعب. ليكو هاي عم تحكي هي كتير إنجليزي بس. يا والله يا جماعة اوكي شو رح احكي مثلا. هي هلا رح تفتح الكمبيوتر مثلا بس بنفترض تفتح الكمبيوتر، رح تتصل على صحباتها بالسكايب، رح تحكي لهم هاي فريندز اميلا ام ميلا اند ام الون ات هوم ام شو اسمه ام هوم الون ام الون هوم. يا جماعه I'm alone on our house and my father is in the kitchen but my mom and the baby is out the house and I'm alone. I'm just the only person with my father in the house. Just only. شفتوا هيك انجليزي بس. I want to take a shower. Dad, please. I want to take a shower. هي ما تحب تاخذ شاور. والله. يعني مو هي اللي رح تروح عند أبا رح تحكي له Dad, I want to take a shower. لا. هو لازم يحملها ويوديها عشان تاخذ شاور. اوكي فياب يا جماعة طبعا هيك بنكون خلصنا الفيديو. اتمنى يكون عجبكم. احكوا لي اذا طلعت عم بشبه او لا ليكو. بس لازم انه تصير هيك قصيرة ورح تصير زيها بالضبط. كتير كيوت وحلو عم تلعب. بس ما شاء الله لا تنسوا انكم تشتركوا بقناتي اذا كنتوا لساتكم جداد. اذا وصلتوا لهي اللقطة من الفيديو احكولي بالتعليقات تعليق فيه قلب لونه.
اخضر. احكوا لي هيك عشان اعرف انكم وصلتوا لهي اللقطه من الفيديو. اذا وصلتوا لهي من الفيديو ما نكون حاطين لايك، خلاص حطوا لايك وحطوا سبسكرايب ترى اشوفكم. يلا حطوا لايك، حطوا سبسكرايب. ليش هلا سبسكرايب مكتوبه بالاحمر؟ خلص لونوها شو اسمه الرمادي، ما رح تخسرون شيء، بس اضغطوا على الاشتراك وخلص رح تنضموا لعائله اسراء جيمر، وانا كثير رح انبسط. انتم ما رح تخسروا شيء، بس اشتركوا وبحبكم كلكم. شكرا لاي واحد بيشترك وبس. بحبكم، احكوا لي مين بيحب ميلا وبس. باي، لحظه، باي.